كابتن، يعني تصريحاتك، انا يمكن متابعه كتير من تصريحاتك. كان في تصريح انا فاكراه كويس فيما يخص محمد صلاح، عمل ازمه التصريح ده. انا حابه اتكلم معاك، يعني انا كنت عايز اتكلم معاك فيه بشكل شخصي، فطبعا سعيده ان انا بتكلم معاك فيه هنا قدام طبعا الكاميرا وفي على شاشه قناه النادي الاهلي. ليه قلت ان انت كنت اسرع من صلاح، او انت فعلا قلت ان انت كنت اسرع من صلاح؟ ما ده حقيقه، مش بقول والله عشان حاجه، انا كنت سريع جدا. يعني انت لو احنا بفرصه قناه الاهلي اللي بتصور، لما ترجعوا يعني يا ريت لو انتوا عايزين تجيبوا لقطات بين محمد صلاح وبين ياسر ريان، مع فرق طبعا الوقت، مع فرق الشغل اللي بتتعمل له بره طبيعي يعني. لكن انت كنت هتقارن ياسر ريان بمحمد صلاح عشان هو في ليفربول، لكن انت كنت هتقارن محمد صلاح وهو في المقاولين؟ ما كانش بقى صعب القرن زي ما اي لاعب دلوقتي. مش هتخض قوي يعني، مش هتخض. لكن انت اتخضيت لما تقول ياسر ريان. لكن انت لو اتفرجت على الماتشات بتاعتي والسرعه بتاعت فضل الله سبحانه وتعالى، لا انا كنت باخد الكره من ان انا في هدف على ابراهيم، او على ابراهيم، واخد الكره من عصام الحضري من ال 18 لل 18 ماتش الاهلي والمحله. انا معتزل سنه 2003، لا احنا 22، يعني بتتكلم في 19 سنه. ليه في من 19 سنه ده ما حدش قارن اي حد بياسر ريان؟ طب ما حدش قارن ليه كابتن مصطفى عبده في الاجيال بتاعته؟ كابتن مصطفى عبده كان سريع جدا، المجري صحيح، وانا طلع على الجناح الطائر. فالحمد لله ما فيش حد بفضل الله سبحانه وتعالى، وما زلت بقول لك في سرعتي في مصر. محمد صلاح انت بتقارنيه دلوقتي عشان هو في ليفربول. محمد صلاح طبعا يعني انت عايزنا نقارن كابتن ياسر ريان بمحمد صلاح مقاولين، صح كده؟ لا خلاص بقى، ايا كان. لا محمد صلاح اتنقل في نقطه تانية وفي حته تانية، ربنا يكرمه كده ويوفقه، واحنا فخورون بيه. بس ما نجيش في حاجه زي كده. هو محمد صلاح سريع وانا برضو سريع معايا، فبس الناس ايه، هي كانت في الوقت ده الناس كانت مستغربه، وخاصه الاجيال اللي ما اتفرجتش عليا. فالجيل كله اللي بيتفرج عليا وبيقابلني يقول لك كابتن انا اتفرجت عليك فعلا. لا انا ما اتفرجت عليك، لا السرعه ما شاء الله. وخلي بالك دي جيل التسعينات. ايوه يعني انا لو موجود في الجيل ده، يعني انا الاسلوب لعب وطريقه لعب يمشي مع الجيل اللي موجود برضو حاليا. ليه؟ السرعه والقوه بيفضلوا موجودين مع لعيب كره القدم. كنت لسه هقول لك، هل السرعه كافيه؟ سرعه بس كافيه؟ لا، هي حاجه ميزه بتاخديها، هي ميزه انت بتاخديها بتستفادي منها. وخاصة هو النادي الاهلي بياخد بطولات ليه؟ عشان كل لاعب بيجي لازم عنده ميزة ولازم عنده حاجة. ما انا لازم افرق بينه وبين اللاعب اللي بيلعب في مكان تاني. ليه؟ عشان انا النادي الاهلي بيشتريني برقم، وعارف اللي هيستفاد مني، وعارف تكتيكيا هفيده وفنيا هفيده، فطبيعي اللي بيميل. وانا وفي ناس كانت زعلت مني اللي لما قالوا لي طلعت في بعض البرامج، قالوا لي انا قلت اللي ما لعبش في الاهلي ما لعبش كور. هي المفهوم وصل لهم مش مظبوط. هم احنا عندنا انديه كبيره زي الزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصري، مش عايز انسى فرق كبيره لها باع في الدوري. بس انا متعتي كانت مع النادي الاهلي، حسيت بقيمه النادي الاهلي. وفاكر اليوم اللي انا دخلت فيه النادي الاهلي، في يوم اللي انا مشيت من النادي الاهلي، وما زلت الحمد لله انا موجود مع النادي الاهلي في 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 قطاع الكره موجود. فالحمد لله احنا فخورين بالنادي الاهلي. فالناس بتاخد المعنى على هواهم، والناس بتبدا تنتقدنا بشكل مش كويس. فانا بقول يا جماعه، انا النادي الاهلي متعه، النادي وده حقيقه. كل اللي بيلعب في النادي الاهلي نجوميته بتزيد، وده طبيعي. احنا معتزلين الوقت وما زلنا حضراتكم كده بتشرفونا عشان مش ياسر ريان لاعب نادي الاهلي. صحيح. فدي